كابتن احمد، اول سنه ليك في التدريب ولا سبق ليك؟ لا، انا اشتغلت من 4 سنين كده، اشتغلت في قطاع الناشئين في نادي المقاولين. كنت مسكت 2006 و2003 و2004، كويس. اخدت معاهم بطوله دوري، اخدت برضو بطوله دوليه في اليونان. دي تاني سنه يعتبر مع النادي الاهلي، دي الموسم الثاني ليك. الموسم الثاني اشتغلت قبل كده 2006 و2003 و2004، اعمار سنيه كبيره، لكن الشغل في البراعم الولاد الصغيرة مختلف شوية. إيه الاختلاف ما بين السن الكبير والسن الصغير؟ كل سن بيفرق يا كابتن. يعني سن البراعم ده بيبقى صعب شوية، وفعلا ما بيبقاش محتاج أي مدرب. يعني أنا دايما بقول إن المدرب اللي بيبقى ماسك الأعمار السنية الصغيرة ده بيبقى مدرب كبير، فكره كبير، لأن هو ده الأساس زي ما احنا بنقول. رقم اتنين برضو، احنا بنحاول يعني اكتر حاجه بنشتغل عليها ان ازاي نفهم الولد انت بتلعب في النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. فدايما بنضرب امثال بالمدربين الكبار، باللعيبه الكبيره، باسم النادي الاهلي، ببطولات النادي الاهلي. يعني انت النهارده ممكن مباراه يكون الفريق الاول لعبها، بتضرب مثل تاني يوم في التدريب للولد الصغير بقفشه وبعمر السوليه وسعد سمير وايمن اشرف. انا عن نفسي يا كابتن لما باجي اكلم ولد بقول له انت مثلا سترايكر، اتفرج على مثلا محمد شريف، اتفرج على مروان، اتفرج على كذا، بلعب مدافع، شوف الناس دي بتتحرك ازاي، شوف الناس دي بتشتغل ازاي، ايه الاخطاء اللي بيقع فيها، انت تاني يوم في تمرين، في تقسيمه، في سمول جيم تقدر تشتغل الكلام ده.